فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على الملاعبين خارج تونس اللي يحترفوا في اوروبا. نعود نحكيو فود بعد ما كنا في اول نص ساعه حكينا على الاولمبياد. بعد شويه ايضا باش نرجع للاولمبياد مع شاكر بالحاج مدير التنفيذي للجنه الاولمبيه الموجوده في طوكيو، باش يكون معنا بالتليفون. على كل حال قلت نحكيو فود، معنا بالتليفون اللاعب هشام السيف اللي انتقل للنادي الفيصلي الاردني، واحد من كبار الفرق في الاردن. هشام اهلا بك. هشام تسمع فيها هشام ولا باين؟ حاولوا نعاودوا نتصلوا بهشام السيفي من جديد، مباشرة موجود في الأردن، تجربة جديدة قديمة مع فريق الفيصلي الأردني، باش نعاودوا نرجعوا له بالتليفون. هشام السيفي لاعب تونسي، لاعب الدوري التونسي السابق، في تجربة جديدة مع نادي الفيصلي الأردني، واحد من الفرق الكبيرة في تركيا. أيضا موجود معنا بالتليفون جاهز هشام السيفي. هشام أهلا بك. مرحبا بك. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله، ربي يخليك. عايش دونك حبينا نسال عليك هشام، تجربه جديده مع فريق الفيصلي في الاردن، ظهر لي مش غريب عليه انت الفريق هذا، كيف هو مش غريب عليك؟ تجربه جديده متجدده، اول حاجه اكيد الانطباعات اللي خليتها في التجربه الاولى هم اللي خليتهم يعاودوا يتصلوا بيك ولا؟ صحيح عديت معاهم قبل عامين 6 شهور باهين، عديت معاهم كوب الشامبيونات، عادوا كلموني كانت الاتفاقية يعني عادية في تعفيزها، كنت نهار فهمنا في كل شيء، واحد يتوكل على ربي وخطة ربي وهاني توا بحذاهم. كيفاش كانت الاتصالات هشام؟ كيفاش عادوا كلموك؟ والله يحكوا معايا، كلمني لمين المال كما يقولوا، وهم يقولوا امين السر هنا يعني. لمين المال تاعهم هو لخاطر كل شيء يخدم معناها، هو يجاهد الكونتراكتوات وكل شيء، حكى معايا فهمنا في كل شيء وظهر لي اتفقنا في كل شيء والحمد لله. هشام ظهر لي استانست وين مكلهوي خارج تونس، ظهر لي بعدت شوي على البطوله التونسيه. صحيح يا خويا، واحد تونس برا، واحد بعد شوية على البطولة التونسية، أما واحد هكا ديما يبقى يتبع من بعيد برا، واحد كي يكمل إن شاء الله كارير والبرا أو كي يخمم كان يرجع في تونس، ولا ما كانش واحد يبقى في الكورة من برا وكا. شنو الأهداف حطيتوها مع الفريق مع الفيصل هشام؟ والله كالعادة إن شاء الله بإذن الله حاطينها على شامبيونا وكوب. بإذن الله أنا خدموا لهم بالبداية وإن شاء الله بإذن الله نعاودوا ننزلوهم شامبيون الكوب مرة أخرى معاهم، خاطر عمي مشيت لليكيب كونكيرون تاعهم الوحدات وهزينا كوب الشامبيون، رجعت للفيصل إن شاء الله بإذن الله ننزلوهم البطولة الشامبيون إن شاء الله. جوستومون هشام، أنت لعبت في الزوز فرق هذوما الوحدات والفيصل اللي كيما نقولوا عنا الكلوب والاسبيرونس، زوز معناتها فما ريفاليتي كبيره بيناتهم، كيفاش نجم تتعامل مع الحاجه هذه؟ والله صحيح، انا ظهر لي زوما زوز ليكيبات الكبار في الاردن، كان لي شرف الحقيقه لعبت فيهم الزوز، ظهر لي عادي خاطر اني كي لعبت في الفيصل صارت مشكله وخرجت صارت مشكله ومن بعد اضطرت المشكله، كي كلموني جماعه الوحدات الحقيقة كنت خايف، الحقيقة من الأول كنت خاطر كنت في كيب كبيرة كيما الفايتلي وهما زوز معناها كيما الكلوب والاسبيرونس كيما نقولوا في تونس، معناها ما يحبوش بعضهم وتكون حجازيات بيناتهم، لكن من بعد ما عادش سهل فيها ربي ومشيت معاهم وكانت عادية الحكاية، معناها حتى باللي خرج من الفايتلي بقى الجمهور يحبني يحكي معايا ديما وحتى كي رجعت ويتا رحبوا بيا بالكبير. باه يعطيك الصحة هشام، حبينا ناخذوا فكرة على التجربة الجديدة ليك، حبينا نسأل عليك نعرفوا آخر أخبارك في الفريق الجديد، ظهر لي عندك كونترينمون شوية آخر. أي خويا عايشك ربي يبارك لي، والله توا ماشي رسمية ماشي المعطرة. يعطيك الصحة هشام السيفي وبالتوفيق إن شاء الله في تجربتك الجديدة القديمة متجددة نجم نقولوا مع نادي الفيصلي الأردني. موزيكا بعد شوية مكملين في بلاي حتى للخمسة.